مهارك في الرسم من امتى؟ من امبارح. بدأتي من امبارح واشتركتي النهارده في معرض؟ كتير، بقالي سنتين او سنة ونص، وانا بقالي بس من انا عندي 4 سنين. سنتين. بترسمي وانتي عمرك سنتين يا كارما؟ ابتديت انا رسمت باليرينا، بعدين ابتديت ارسم حاجات تانية زي ورد وكذا وكلاب واسد. لما انا كنت صغيرة كنت بحب ارسم ورد وزرع وكده. ستة، احنا عايزين نطلع في التلفزيون تتكلمي معنا. في الاول كنت برسم في المدرسة وفي البيت. انتي رسمة ايه؟ واحدة بنت. واحدة بنت؟ ممثلة يعني مشهورة زي كده ولا ما فيش؟ ما فيش. انا اللوحة بتاعتي هنا اهي، وكمان انا رسمتها الشهر اللي فات ولا اللي قبله؟ حد لا، ايما اللي قبله ايما اللي فات. انا اسمه ام كلثوم واشرف عبد الباقي، واحد مش عارفه اسمه. انا رسم حد اكثر بس مش عارفه اسمه ايه، وعنده الوان كتير بعمل كده ازاي كده. الرسمة لوحة واحدة واللوحة بنت لابسة فستان. الله. رسمة شكوكو. انتي عارفة شكوكو؟ لا. فؤاد المهندس وشويكار، ورسم عادل امام الزعيم، ورسم بيومي فؤاد في برنامج بيومي افندي، ورسمت دنيا سمير غانم في نيلي وشريهان. كل ده رسمته لوحدك؟ رسم ام كلثوم وصباح. تعملي باي؟ انا تعبت. قولي باي باي. باي 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 كتير باي كتير باي 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 كتير باي 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 كتير.